يلا تدريب. إذا كان ألف وباء وجيم دال يبين الشكل، بين أن الشكل الرباعي متوازي أضلاع. طب إيش يعني تعريف متوازي الأضلاع؟ هو شكل رباعي في كل ضلعين متقابلين متوازية. فإحنا أول شيء عشان نحل بنروح بنعمل متخيل الشكل كيف صاير. ألف باء جيم دال يعني برسم رسمة كروكية هيك مثلا هيك يعني بتخيل إنه هو متوازي أضلاع، ممكن أرسم أي شكل أنا بدي إياه بس بسرعة هيك. مثلا ألف باء جيم دال مثلا تخيلته هيك كويس. الآن كل واحد عندي إحداثيات ألف باء. الآن لو أثبتت إنه ألف باء يوازي جيم دال، وأثبتت إنه ألف دال يوازي دال باء جيم، معناته في هذه الحالة بثبت إنه هذا الشكل شو ماله متوازي أضلاع. يلا إذا خلنا نجيب ميل ألف باء، خلنا نجيبهم كلهم، وميل باء جيم وميل جيم دال وميل ألف دال. يلا وكل واحد فرق الصاد فرق السينات. نمسك ألف باء، من نأخذ أول ثنتين هذول. يلا إذا راح نجيب صاد اثنين ناقص صاد واحد، نكتب القانون 7 ناقص 3 4 على 3 ناقص 1 2 بيطلع 2 الجواب. يلا خلينا نجيب ميل باء جيم، نمسح. دائما انت ركز على النقطتين اللي بدك تجيب ميلهم. يلا باء جيم معناته بدك تركز على هذول. هسه هو فرق الصاد فرق السينات، مش مشكله تعمل هيك، يعني هاي ناقص هاي او هاي ناقص هاي ما بفرق. بس اذا بديت من هون لازم تكمل هيك، اذا بديت من الثانيه بتكمل على العكس. يلا 7 ناقص 2 5 على 3 ناقص ناقص 4 بيطلع 7. نعيد اللي هذه 3 ناقص ناقص 4 7 ناقص 2. 7 ناقص 2 بنحطها في البسط، 3 ناقص ناقص 4 بنحطها في المقام. هل هذول متساويين؟ لا. اذا اكيد ألف باء لا يوازي باء جيم. يلا بدنا نجيب هالسيات مين؟ جيم دال. نجيب جيم دال، جيم دال اللي هو هذول. يلا فرق الصادات يعني هيك 2 ناقص ناقص 2 بيطلع 4 على سالب 4، اسف مديتها زياده، سالب 4 ناقص ناقص 6، سالب 4 ناقص ناقص 6، سالب 4 زائد 6 ويساوي 2. اذا هي عباره عن 4 على 2 ويساوي 2. لاحظ انه ميل ألف باء يساوي ميل جيم دال، اذا ألف باء يوازي جيم دال. هاي اول استنتاج خلصته. يلا ضلينا نطلع ميل ألف دال، نمسح ونركز على ألف ودال هسيات بس. اذا عيني انا بتاخذ على ألف وبتاخذ على دال بس. يلا فرق الصادات، هاي فرق الصادات اللي هو 3 ناقص ناقص 2 ويساوي 5 على فرق السينات اللي هو 1 ناقص ناقص 6 ويساوي 7، 5 على 7. لاحظ انه ميل باء جيم يساوي ميل ألف دال، اذا هذول المستقيمين متوازيين. اذا في هذه الحاله بيطلع الشكل متوازي اضلاع لانه في كل ضلعين متقابلين متوازيين.